السلام عليكم، صباحكم سعيد مشاهدينا، أهلا بكم إلى معرض الصحافة. والبداية ستكون بيومية النهار التي كتبت مقالا تحت عنوان إعفاءات ضريبية لشمارة لإنشاء مؤسسات بشروط. ونطالع في ذات المقال بيومية النهار بأن الشباب ذو المشاريع سيتمكنون من إحداث مؤسسة مصغرة تمول بالكامل من أموالهم الخاصة، فيما سيستفيد هؤلاء من نفس الامتيازات الممنوحة المنصوص عليها بعنوان الجهاز المتعلق بترقية المؤسسة المصغرة، فيما سيتمكن البطالون ذو المشاريع البالغين ما بين 30 و50 سنة من إحداث مؤسسة مصغرة تمول بالكامل من أموالهم الخاصة. في مقال آخر بيومية النهار نقرأ بوتفليقة ينهي مهام اللواءين السعيد باي والحبيب شنتوفة، حيث جاء في ذات المقال بأن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني أجرى سلسلة من التغييرات داخل المؤسسة العسكرية مست كل من قائد الناحية العسكرية الأولى بالبليدة لواء الحبيب شنتوف الذي جرى استخلافه باللواء علي سيدان، وقائد الناحية العسكرية الثانية بوهران اللواء سعيد باي، حيث تم إنهاء مهامه وتعيين اللواء مفتاح صواب خلفا له. إيداع سيناتور تيباز الحبس في سجن حجوط، هذا العنوان الذي نقرأه بيومية النهار والذي جاء فيه بعد جلسة استماع ماراثونية دامت 9 ساعات كاملة. أودع أول أمس الخميس قاضي التحقيق على مستوى محكمة تيبازا عضو مجلس الأمة عن ولاية تيبازا السيناتور بوجوهر مليك ومرافقيها الحبس المؤقت عن تهمة تلقي رشوة من قبل صاحب فندق فوضوي على مستوى إقليم بلدية تيبازا. دائما مع يومية النهار التي كتبت أزيد من 900 رحلة تنطلق من محطة خروبة خلال أيام العيد. وكشف المدير العام لشركة استغلال وتسيير المحطات البرية للجزائر سوغرال عز الدين بوشهيدة، كشف أنه تم تخصيص أزيد من 900 رحلة يوميا نحو مختلف خطوطها الداخلية خلال 3 أيام التي تسبق عيد الأضحى المبارك، كما تم تجهيز محطة خروبة بأزيد من 40 كاميرا لتأمين المواطنين وممتلكاتهم. إلى يومية الشروق التي قالت وزارة التربية تنفي السماح بتمدرس الأطفال في السن الخامسة. ونقرأ في ذات المقال بأن وزارة التربية الوطنية نفت الترخيص للأطفال البالغين من العمر 5 سنوات التسجيل بالسنة الأولى ابتدائي في الدخول المدرسي القادم 2018-2019، وأكدت بأن قرار التخفيض في السن سيمنح للأطفال المولودين ما بين الفاتح جانفي إلى 31 ديسمبر 2012 فقط. البلاد عنونت أحد مقالاتها بملف الحركة غير قابل للتفاوض مع فرنسا، أين أكد وزير المجاهدين الطيب زيتوني حسب مقال يومية البلاد بأن ملف عودة الحركة غير قابل لأي نقاش أو تفاوض مع السلطات الفرنسية. وشدد زيتوني على أن ملف الحركة فصل فيه التاريخ، وإثارة ملف عودتهم يبقى خط أحمر لأن هؤلاء اختاروا المعسكر الذي يريدونه في الوقت الذي كان الجزائريون يحترقون بالنار. وقت الجزائر كتبت لا خطر على الأغنام من الحمى القلعية، حيث أكد مدير المصالح البيطرية لدى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قدور هاشمي أمس الأول بأن رؤوس الأغنام عبر جميع ولايات الوطن لم تصب بالحمى القلعية. ووضح ذات المتحدث بأن نتائج التحقيق حول تعفن لحوم الأضاحي في العيدين الماضيين برأت الأدوية البيطرية وأرجعت السبب إلى أن تسمين الحيوانات بأغذية مشبعة بالطاقة خلال مدة قصيرة مع ظروف النظافة الغير ملائمة.
إلى يوميتي المحور التي كتبت مقال تحت عنوان إجراءات خاصة لتأمين المساجد والأماكن العمومية يومي العيد، حيث اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني إجراءات أمنية خاصة خلال عيد الأضحى لتفادي أي طارئ، حيث وضعت خطة أمنية شاملة من أجل إنجاح هذه المناسبة الدينية من خلال تمديد تسخير 150 ألف شرطي والتي خصصت لتأمين موسم الاستياف لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وصد أي طارئ من شأنه إفساد فرحة العيد. الموعد اليومي تحدثت كذلك عن تحضيرات العيد. نفطال تؤكد توفير الوقود بشكل عادي يومي عيد الأضحى، أين أكدت المؤسسة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتوجات البترولية نفطال أول أمس بأن جميع محطات الوقود التابعة لها عبر التراب الوطني ستبقى مفتوحة وتضمن التموين بالوقود بشكل عادي خلال يومي عيد الأضحى. المساء نطالع فيها مقال تحت عنوان 100 طن من الشمة المخلوطة بالجبس والملح، حيث تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بولاية وهران في عملية نوعية من حجز قرابة 100 طن من مادة الشمة المصنعة بطريقة غير شرعية داخل ورشات سرية تستخدم مادة الجبس للرفع من فعالية مادة الشمة إلى جانب الملح، ما يهدد صحة مستعمليها. إلى الصحف الوطنية، الناطقة بالفرنسية، والبداية ستكون من لوريزون والتي قالت تمار يشدد على احترام رزنامة الأشغال، أين أكد وزير السكن عبد الوحيد تمار أول أمس بالجزائر أنه يتم العمل على احترام وتطبيق كل ما تم تصديره في الرزنامة المتعلقة بإشغال إنجاز جامع الجزائر والحرص على الانتهاء منها في الأجال المحددة، وعلى هامش زيارته التفقدية لجامع الجزائر أكدت مار إلى أن الأشغال بلغت مرحلتها الأخيرة وهي مرحلة التبليط والتزيين، معبرا عن ارتياحه وتفاؤله بالوتيرة والديناميكية في الإنجاز. لديبا من جهتها تحدثت عن توقيف عنصري دعم للإرهاب بالبليدة وقسنطينة، وكتبت مقال جاء فيه بأن مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني قد تمكنت أول أمس بكل من بوغرة بولاية البليدة وقسنطينة من توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية حسب ما أفاد به أمس بيان لوزارة الدفاع الوطنية.